ما بحب الكذب، بس امرار بيصير في مواقف اللي بنسميها كذبه بيضاء اذا بدك. اهلا واضح عزيز عبده. بكلمه خلاني رحت وجيت، الشيء اللي بغير فيه لو برجع فيه الزمان، كنت بنتبه اكثر مين العالم اللي كنت فوتها بحياتي، من الميوزك للعالم اللي حوالي لكل شيء. أكتر موقف صارت مع عائلتي لما توفى عم، ثلاث عموم توفوا بنفس السنة، وأنا كنت لازم أكون الشخص القوي في العائلة ووقفت حدهم كلهم. أنا عندي عائلة كبيرة، وقفت حدهم كلهم وظبطت الأمور. يعني توتر أكتر موقف ممكن أحس فيه توتر. ما في موقف، أنا قد كل المواقف، ما عندي مشكلة. يعني أنا إنسان كتير بواجه وكتير دغري، ما في شي بيوترني. أنا مجنون. أكتر عاداتي، أنا إنسان مجنون بطريقة منيحة أكيد، بحب الحياة، بحب الجنون، بحب أعمل شي غير عن العالم. من السهل أنا أبكي. كل إنسان حساس، وكل إنسان فنان، وكل إنسان أكيد أنا ببكي طبعاً. أنا رح تستغربوا، أكتر شيء بخليني أحس بالخجل، أنا خجول نوعاً ما. كل هالجنون بتشوفوه، بس أنا عندي بارت خجول. ما عم يجي عبالي شيء معين هلأ، إنه بس في عندي بارت خجول فيه أنا. هل مش سهل أنا أكذب؟ أنا بالحياة إنسان كتير صريح، ما بحب الكذب، بس أمرار بيصير في مواقف يلي بنسميها كذبة بيضاء إذا بدك. بس أمور كبيرة وأمور مهمة أنا ما بكذب فيها. أنا إنسان مثل ما قلت لكم، إنسان كتير صريح وإنسان straight to the point. لو ما كنت فنان كنت حكون لعيب كرة أكيد. شكراً واضح عزيز عبده.